شيخ الرفاعي على سامي المعالم علم سلطان أهل الوغى نجم المعارف علم نور الدجى للناس بالعز شامخ علم. لله تعالى نقول الشهادة الخاصة جماعة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يرضاه لذاته، والصلاة والسلام على سيد مخلوقاته، ورضي الله عن الصحابة والآل وأتباعهم من أهل الشرع والحال، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل نياتنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. المصطفى خير العوالم أحمد، يا سادتي صلوا عليه لتسعدوا. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا من له اسمه أحمد ومحمد. ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه، هذا أحمد. هذا الوفي بعهده، هذا الذي من قده يا صاح غصن أملد. قالت ملائكة السماء بأسرهم: ولد الحبيب ومثله لا يولد. من مقالات الإمام أحمد الرفاعي الكبير في البرهان المؤيد: عامل الله بالتقوى، وعامل الخلق بالصدق وحسن الخلق، عاملوا أنفسكم بالمخالفة، وقفوا عند الحدود، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإياكم والكذب على الله والخلق. الدين عمل بالأوامر،
واجتناب عن النواهي وخضوع وانكسار في الأمرين. العمل بالأوامر يقرب إلى الله، والاجتناب عن النواهي خوف من الله. طلب القرب بلا أعمال محال، وأي محال. الخوف مع الجرأة فضيحة. اطلبوا تقوى الله بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إياكم وسلوك طريق الله بالنفس والهوى، فمن سلك الطريق بنفسه زل من أول قدم. الإمام الرفاعي رضي الله عنه يحثنا على أن نعامل الله بالتقوى، وأن نعامل الخلق بالصدق وبحسن الخلق، وبأن نعامل أنفسنا بمخالفتها وعدم اتباع الهوى، وأن نقف عند حدود الشريعة، وأن نلتزم شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول رضي الله عنه: وإياكم والكذب على الله والخلق. الكذب على الله جريمة، وأي جريمة. الكذب على الله كمن ينسب إلى الله تعالى ولدا، فهذا كذب على الله. من يشبه الله تعالى بخلقه، فهذا كذب على الله. الذي يجعل الله حالا في هذا العالم أو متحدا مع هذا العالم، هذا كذب على الله. وإياكم والكذب على الله. ولا تكذبوا على الله فتقولوا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا تكذبوا على الله، لا تشرعوا وتوجبوا على الناس ثم تدعوا أن هذا مما يقرب إلى الله. الذي يقرب إلى الله وما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام الرفاعي يقول: وإياكم والكذب على الله والخلق، وكذلك لا تكذبوا على خلق الله. إياك يا عبد الله أن تكون ممن يضل عباد الله، إياك أن تشرع لهم، إياك أن تكذب عليهم فتزين لهم القبيح، أو أن تحسن لهم الحرام. إياك أن تفتري على دين الله، إياك أن تقول لهم حلال وحرام من عند نفسك. وإياكم والكذب على الله والخلق. نعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء الذين يكذبون على الخلق فيقولون لهم: الاحتفال بمولد رسول الله بدعة ضلالة، هذا كذب على الخلق. نعوذ بالله أن نكون من أهل الكذب. نعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء الذين يرون الجهر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بدعة قبيحة. نعوذ بالله، هذا من الكذب على الخلق.
ومن الافتراء على دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من أن نكون من أهل الكذب الذين يبدعون المسلمين ويكفرونهم بدعوى أنهم فعلوا شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك الشيء لا يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله. يا سادة، ألا ترون كثرة الكذب على الخلق في هذا الزمان؟ ألا ترى كثيرا من الناس الذين تبعوا بعضا ممن يدعي طريق أهل الله وطريق المشايخ، ممن ينتسب إلى طرق الصوفية وغيرها؟ ألا ترى كم من هؤلاء من يكذب على الخلق؟ يقول أنا صوفي وهو يكذب على الصوفية، يقول أنا رفاعي وهو يكذب على الرفاعي، يقول أنا قادري وهو يكذب على سيدنا الجيلاني، يكذب على أولياء الله، يكذب على محيي الدين ابن عربي وينسبه والعياذ بالله إلى مدرسة الوحدة، فيقول والعياذ بالله بأنه كان يعتقد أن الله تعالى حال في هذا العالم ومتحد مع هذا العالم ويدعي أن هذا هو الحب لله. هذا كذب على الله وكذب على خلق الله. إياكم والكذب على الله، هكذا يقول الإمام الرفاعي. وإياكم والكذب على الله والخلق. الدين عمل بالأوامر، هذا هو الدين، وإلا فما خالف الطريق فهو زندقة. ما هو الدين؟ ليس الدين رأيك، ليس الدين هواك، ليس الدين في اتباع من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن تقول أنتم إن تبعتموني صرتم من أهل النجاة، أنتم جماعة الشيخ فلان، نحن جماعة أهل السنة، نحن على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. تسألون من إمامنا؟ رسول الله. من قدوتنا؟ رسول الله. من أسوتنا؟ رسول الله. لماذا نحن نتكلم في البرهان المؤيد وفي مقالات السيد المؤيد أحمد الرفاعي؟ لأنه يدلنا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول الدين عمل بالأوامر، فمن نسب قولا إلى الرفاعي خلاف ذلك قل له الرفاعي هو يقول الدين عمل بالأوامر. هذا الدين، أن نعمل بالأوامر الشرعية. الدين عمل بالأوامر واجتناب عن النواهي، وأن نبتعد وأن ننتهي عما نهى الشرع. حتى فيما نذكر، ذكرنا كما أمرنا، أورادنا الصوفية كما أمرنا، فمن جاءنا بكلام على خلاف الشريعة وادعى أن هذا هو إلهام قلبي، ادعى أنه وجد قلبي، قل له ما دام على خلاف الحقيقة والشريعة فما هو إلا وسواس شيطاني وليس إلهاما رباني. ما خالف الأوامر كيف يكون إلهاما؟
بعضهم والعياذ بالله يدعي فيقول عن الله بأنه يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، هذا مخالف للدين، هذا كذب على الله، كذب على رسول الله، كذب على الدين، هذا كذب على رسول الله. هذا ليس في البخاري ولا في مسلم ولا في واحد من السنن الأربعة ولا في أي حديث صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مكذوب. لا يجوز أن يسمى الله كنزا إذا اجتمع الناس للاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون بشيء يخالف الدين. أسماء الله توقيفية، لا يجوز أن يسمى الله كنزا، ثم يزيدون فيقولون مخفيا، قالوا كنزا مخفيا، والمخفي مفتقر إلى من أخفى، وهذا والعياذ بالله فيه نسبة الاحتياج إلى الله، بل هذا من الضلال، هذا خلاف الدين. وبعضهم أيضا باسم أنه يحب النبي، الاسم فقط، ماذا يقول؟ يقول أول خلق الله صلوا عليه. نقول أول خلق الله؟ تقول أول خلق الله هو الماء، كل شيء خلق من الماء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، والله قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. ليس الماء هو أول، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات، الماء أول خلق الله. إن كنت تحب محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ قل رسول الله حبيب الله أفضل خلق الله صلوا عليه، هكذا تقول، لا تقل صلوا على أول خلق الله محمد، فليس محمد صلى الله عليه وسلم أول المخلوقات، بل الماء أول المخلوقات، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم فخر الكائنات، سيد السادات، محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المعجزات الباهرات، محمد صلى الله عليه وسلم من نسأل الله أن يثبتنا على دينه إلى الممات، هذا محمد. حتى ذكرنا يا سادة، ذكرنا لله، احتفالنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحضرات والختمات والمجالس الرفاعية والمجالس الصوفية، كلها لا بد لها من أن تكون ضمن الضوابط الشرعية. فإذا أردنا ذكر الله نقول الله الله، ولا نحرف اسم الله، نقول الله، هكذا أمرنا الله، ولا نقول الله، بل نقول الله كما جاء في كتاب الله، كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر الله ذكرا صحيحا. الله حي قيوم، الله حي، الله باق، الله موجود، الله الحق، الله السميع، الله البصير،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هكذا ذكر الله، وليس كما يفعل بعضهم ويدعي أن هذا من الطريق، فيقول الله الله الله، تقول له الله يقول في القرآن الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلماذا تحرف اسم الله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. شيخ الرفاعي على سامي المعالم علم، سلطان أهل الوغى نجم المعارف علم، نور الدجى للناس بالعز شامخ علم.